ومعنا في الاستديو الكاتب والناقد الرياضي أبو شيخنا محمدي، أهلا وسهلا. لأن منتخب المرابطون يفوز ب4 أهداف أمام جنوب السودان بعد أن تعادل في مباراة الذهاب، ما تعليقك؟ صحيح، صلى الله على النبي الكريم. تعليق على مباراة كانت من طرف واحد، من طرف منتخب وطني المرابطون. عرف كيف يروض منتخب جنوب السودان، عرف كيف يفوز عليه. منتخب جنوب السودان بدا انه منتخب ضعيف، يبدو ان مباراة الذهاب وامطارها وريحها اثرت بشكل سلبي على منتخب وطني، خصوصا من ناحية التهجيف. يعني المباراة كانت متعادل هدف هدف، ومباراة الإياب كان الشوط الأول مقبول من جانب منتخب جنوب السودان، الشوط الثاني سيطرة منتخب وطني، سيطرة بسهم بويجيلي وحمد تغيير الله أدن، كذلك خاسة كمارا وقدر يجعله. لأن كيف وجدت الخطة التي خاض بها كونيتان مارتينيز والتغييرات التي أجرى؟ الخطة كانت جيدة، خطة البداية، لكن تغييرات لم تكن موافقة لسير المباراة، لأن المنتخب الوطني كان فائز، كان متقدم. جبع أعطى فرصة للاعبين لم يشاركوا، جبع أعطى فرصة كان أكبر للي عمر، إعادة على عبيد كظهير رئيسار ودخول صنبة في مكان، لأن صنبة دخل مكان خاصة كمرا كلاعب ارتكاز ثالث إلى جانب تاقو الله دانو، وهو معروف أنه لاعب جناح في تفرازينا. وكذلك دخول علي الشيخ الفلاني كان متأخرا بعض الشيء، بعدين سجل بيلي الذي كان الأفضل في المباراة بالإضافة إلى إسماعيل جاكي وظهير اليسار محمد دول. تشكيل المباراة غاب عنه يلي دلاهي وغاب عنه عبد الله السلاقي، لأنه بعد 4 أيام تقريبا سنلعب في باماكو ضد لأنه منتخب محلي، عناصر منتخب محلي المسيطرة بطبيعة الحال على المنتخب الأول، وعناصر المنتخب المحلي ستلعب بعد 4 أيام كما ذكرت في باماكو بمباراة الذهاب. اي ان كان يجب اراحه تغيير الله الدن باخراج عنصر اساسي في المنتخب، كان يجب اخراج محمد دواد، اخراج علي عبيد لانه مع عناصر اساسيه في المنتخب، اخراج بيجيلي بوقت اسرع. هل كان لغياب هؤلاء اللاعبين الذين ذكرت كان لهم تاثير في على اداء المنتخب؟ صحيح، كان لهم تاثير كبير على اداء المنتخب، لانه ضد جنوب افريقيا لعبنا الكره وفزنا، اليوم فزنا ونلعب كره جيده حقيقه، رغم ان النتيجه 4 أهداف لان المباراه كانت طرف واحد. جنوب افريقيا كان يتواجد يلي دلاهي ومحمد تغيير الله الدن بالاضافه الى عبد الله السلاقي كثلاثي وسط. قوه منتخب جنوب افريقيا في وسط ميليان، في فورمال، في مونغوزا، في سيريرو، هذا ثلاثي وسط جيد جدا لمنتخب جنوب افريقيا، بينما قوه جنوب السودان تكمن في الاجنحه وفي لاعبي الخبره كالحارس جمعه جينارو، كالمدافع اغيستي، كلاعب رقم 9 المزعج جدا اغورو، بالاضافه الى جاستن ريشارد عجوز جدا 39 عام الذي دخل في الشوط الثاني. هاي العناصر كان يجب السيطره عليها بعناصر افضل لو تواجد الثلاثي القائم بطبيعه الحال للاصابه او للاراحه لمباراه، وهذا ما يتم له مباراه يعني مالي. في مباراه الاياب لاحظت ضعف اداء منتخب جنوب السودان وليس مضاعفه جهود منتخب المرابط. صح، لان مباراه الذهاب ضد جنوب السودان كانت قائمه تقريبا لم نشاهدها بالتقنيه المطلوبه، لكن عطفا على لقاء جنوب افريقيا اللي فزنا ب3 على منتخب جنوب افريقيا في الملعب الاولمبي كان الاداء رجيء مقارنه مع ذلك الاداء. ضد جنوب افريقيا لعبنا كره جميله، لعبنا كره سلسه، كره حقيقيه، لعبنا بنهج كروي. اذا كان لدينا نهج كروي يجب ان نطبقه ضد منتخب ضعيف كمنتخب جنوب السودان، كان يجب ان تكون السيطره اكثر، يجب ان يكون التنوع في اللعب اكثر. في الشوط الاول لعبنا كره طويله، في الشوط الثاني بعد دخول صامبا وزياده لاعبي الوسط او تنوع لاعبي الوسط، لان خاصه وقدري تقريبا هم نفس الخامه، نفس خامه اللاعبين، تقي يختلف عنهم، بدخول صامبا مكان خاص اصبح ثلاثي وسط مختلف، قدري مختلف عن تقي، والتقي بطبيعه الحال مختلف عن صامبا. طيب المرابطون يواجه منتخب تونس شهر نوفمبر القادم، هل تعتقد ان بامكان المرابطون عبور نصور قرطاج؟ منتخب تونس حاليا ليس في افضل حالته، منتخب تونس يعتمد على لاعبين يلعبون في دوري قطر، مع احترام دوري قطر للمساكن في دوري قطر، افضل لاعبي تونس وكذلك الدراجي لاعب التعاون التونسي، يوجد لديهم شيخ يصنع لاعب في زيوريخ السويسري، افضل لاعب لديهم هو الخزري تقريبا في بوردو الفرنسي، بعض اللاعبين يلعبون في الدوري التونسي مثل حتى لاعبين تونس، افضل لاعبين تونس هو لاعب فخر الدين بن يوسف ذهب الى ميتس الفرنسي، سقط ميتس الدرجه الثانيه، عاد بطبيعه الحال الى الترجي، والترجي لم يحقق نتائج جيده في وجود فخر الدين بن يوسف، حتى الافريقي في وجود صابر بن خليفه عايد من مارسي، حتى تونس منتخب مباراة الاخيره خسر امام ليبيريا في ليبيريا بهدف لصفر. هناك حاله من عدم الرضا على الجهاز الفني
المصاحب لأنري كاسبر جاك، بعد إقالة المدرب الأول، لأن هناك مساعد مدرب فرنسي اسمه باس لا زال مستمر، يقول بأن يتدخل في طبيعة الحال بتغييرات المدرب وما إلى هناك حالة خصوصا تونس. حتى أنني البارحة كنت ضيفا عن طريق الهاتف في برنامج سوا سبور التونسي، كانوا يتحدثون بشدة عن المنتخب الوطني ويسألون عن المنتخب الوطني وعن حاله، متخوفين، لاحظتم لغة أنهم متخوفين من المنتخب الوطني ومن قوة فوزه، خصوصا الفوز الأخير على منتخب جنوب أفريقيا. يسألون عن دومينيك دا سيلفا الذي كان أفضل لاعب تونس، قلت لهم دومينيك دا سيلفا الآن ليس متواجد المنتخب، ظنوا بأن دومينيك دا سيلفا ليس لديه مكان في المنتخب، مع أنه بيجيلي موجود ويسجل أداء مبارك ما أفضلية دومينيك دا سيلفا، لكن عندما يستبعد لاعب مثل دومينيك دا سيلفا تأتي نتائج إيجابية ويكون المردود على تونس، يظنون تونس بأن منتخب موريتانيا رغم أنه بأفضل حالاته، لكنهم يظنون بأنه بتاريخ المنتخب موريتانيا قادر على صنع التاريخ من بوابة تونس، لأن تونس ليست بأفضل حالاتها. إذا الكاتب والناقد الرياضي أبو الشيخ محمد، شكرا جزيلا لك.